معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من لندن السيد صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي، مرحبا بك يا أستاذ صباح معنا. إذا المظاهرات خرجت في محافظة المثنى رفضا للفساد والمفسدين، كيف تقرأ هذه التظاهرات مع حالة الاحتقان الشعبي التي تتزايد بين المواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه يعني التطورات هي طبيعية، يعني خاصة في أجواء ما يسمى بالانتخابات في العراق، ولكن المسألة هي هل تأتي أكلها؟ هل يتحرك ضمير السياسيين؟ أنا لا أعتقد ذلك. المسألة هو ليس هنالك إرادة سياسية أن تقوم بمحاربة الفساد، فالوعود بأن هنالك يعني حملة شرسة لمكافحة الفساد قادها حيدر العبادي لم نرى أي شيء منها، وهو المشهور عندما دخل إلى قاعة البرلمان العراقي في 2014 وقال هنالك 50,000 فضائي، والناس صفقوا له وقلنا والله خوش مناسبة، وهي خوش يعني شيء لقاء. لكن المسألة هو استمر بهذه العملية وأخذ يعني ينحى نفس المنحى الذي يقوم به السياسيين الآخرين، وهو كلام فارغ يعني. يفترض بقوى الاحتلال الأمريكان والإيرانيين، أنا لا أعول على الإيرانيين لكن احتمال أعول على الأمريكان ولو 1%، أن يستحوا وأن يخجلوا على أنفسهم بأن الذي يحدث في العراق هو سرقة في وضح النهار. الفساد يعني آفة من الآفات الكبيرة. الناس يتظاهرون، يعني هم ماذا تريدون من العراقيين أن يفعلوا؟ احتجاجاتهم مستمرة، يتظاهرون في الشوارع، يتظاهرون ضد الاعتقالات، لكن حكومة العبادي يعني ذكرت أن الأموال تذهب للإعمار، بينما صرح النائب كاظم الصيادي بسرقتها عبر هذه المشروعات والاستثمار وما إلى ذلك. كيف تنظر لحديث الحكومة هذا وسط غرق المدن بمياه الأمطار؟ لا، شوف، المؤتمر الكويت لما يسمى بإعمار العراق كان فضيحة مجلجلة. أنت لو ترى يعني الصحف الأجنبية ماذا كتبت عن هذا المؤتمر، مهزلة من المهازل، يعني عقود ما يسمى، ثم أطلق عليها عقود فضائية. يعني معناته يعني الناس عرفوا بأن الفساد وعدم الأمان غير موجودين أو غير موجودان في العراق، وبالتالي هذه فضيحة. يفترض جرس إنذار بالمستقبل أن الذي يحدث في العراق وأي حكومة تأتي حتى إذا جاءت بعد الانتخابات سوف لن تلبي مطالب الجماهير على الإطلاق، وسوف لن تحارب الفساد على الإطلاق، والأموال فلهذا الدول لم تعطي أموال، أعطت معونات ومساعدات مالية إلى اللاجئين أقل من مليار على فكرة، يعني يمكن 800 مليون، وهذه تأتي تروح بقلم ودفتر بشروط يعني. أما الباقي استثمارات، لا، استثمارات مشروطة وماكو. هذه 30 مليار ترى فضائية اللي قالوا عليها، ليش؟ لأنها لا تأتي إلى العراق، لأن الفساد من 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 رئيس الجمهورية إلى أقل يعني موظف في أي دائرة من دوائر الدولة ما يسمى العراق الجديد. وبالتالي هذه الوعود هم لم يستطيعوا أن يدافعوا عنها داخل المؤتمر. يعني كثير منهم هربوا ولم يدخلوا إلى 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 المؤتمر. طيب أستاذ صباح، التقارير عفوا يعني في موضوع آخر، ونحن نشهد هذه الأيام نعمة سقوط الأمطار، كيف تصف حكومة لم تستطع أن تتعامل مع ظاهرة طبيعية مثل الأمطار في وقت تعاني محافظات العراق من أزمة المياه وقلة الأمطار؟ يا هاي المشكلة، يعني احنا تتذكر انت ويذكر كل المشاهد العراقي كل سنة يقولون لا ان شاء الله هالسنة راح يكمل فلان مشروع، ونحاول ان يعني مثل ما يقول لك مشاريع الصرف الصحي ومشاريع مياه الأمطار، واذا ترى انت الدجلة يجف والأنهر الفرعية من دجلة يتم تسريبها تسريب اليها يعني المخلفات الصحيه، وعين عينك يعني ليس هنالك شخص يستحي ويخجل. وعود كل سنه وعود، المهم اخرج على الـ على الـ
على التلفزيون واعطي وعود. المشكله ماكو هناك محاسب يحاسبهم. نعم. لو اكو هنالك رقيب شريف عفيف وهنالك محاسبه، كان هذه الوعود كان يبلع لسانه قبل ان ينطقها. نعم. لكنهم ناس لا يخجلوا ولا يستحوا، كلهم على فكره، كلهم كل الذين يشاركون بالعمليه السياسيه من سنتهم وشيعتهم وكردهم وتركمانهم، والعراق بريء من هؤلاء كلهم، كلهم ناس بلطجية وكلهم ناس حقيقة فاسدين في هذا السياق، لا يخاف الله على الإطلاق. في هذا السياق ائتلاف المالكي رفض تعميم تهم الفساد على يعني كل المسؤولين الحكوميين. برأيك أستاذ صباح، هل هي محاولة لغسل الأيدي قبل الاستحقاق الانتخابي، وهل ينطلي هذا الحديث على الناخب العراقي؟ لا، على أبدا لا ينطلي. الناخب العراقي يعرف، لكن ماذا يفعل؟ المشكلة هنالك هيمنة ميليشياوية قذرة، مع احتراماتي للمشاهد، مشاهد قناتكم يعني، هيمنة ميليشياوية طائفية لدول عدو للعراق، وهو الأمريكان المحتلون والإيرانيون الصفويون. نعم. وبالتالي لا يهمهم، هم يستثمرون بأن تكون الدولة عاجزة، الدولة يعني مريضة، الدولة عليلة. من الذي يحكم ويرضى بالمحتل؟ هم الفاسدون. نعم. غير الوطنيون وغير الشرفاء. يعني أنا هسه سمعت بالأخبار هنالك 100,000 مصاب يعني بالعوق الدماغي، 100,000 طفل بالعراق. وانا اتذكر في زمن النظام الوطني في كل محافظه هنالك مركز لتاهيل او للرعايه الامومه والطفوله التي كانت اولويه رغم الحصار. هسه وين صارت؟ الفساد اكلها كلها، هسه مراكز عاطله وعاجزه ولا يمكن تفعيلها، لان مال الدولة، مال الشعب العراقي. نعم. يذهب في جيوب هؤلاء الفاسدين. لا يهمهم يعني. نعم. هاي فورة انتخابات، لكن على الشعب العراقي أن لا يعطيهم هذا التفويض. نعم. وأن لا يذهب إلى الانتخابات، لأن ما تفيد. على الأقل لا تعطوهم شرعية. نعم. على الأقل يعني الإعلام خليه يلتقط بأن هنالك العراقيين لم يذهبوا إلى الانتخابات. وبالتالي سوف تكون يعني مثل ما يقول لك علامة إلى العالم، إلى الدول، إلى الأمم المتحدة النائمة. إذن هي فرصة كلها متآمرة على العراق، فرصة للعراقيين لكي يقولوا كلمتهم. أشكرك شكر الجزيل عبر الإنترنت من لندن، سيد صباح القزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي. أهلا وسهلا.